حاجة عاملة كده. طب انا فاكر التيم الاولاني انت حسيت التيم الاولاني شكل التايم اللي تحت ده شكله عامل ازاي؟ لو مشينا تايم انتو ار سي بالنسبه اللي هو الفلتر ده كان بيبقى الماجنتيود هنا بيوصل لفاليو 1 على اي اللي هي تقريبا حاجه و60% و60% مش فاكر كام في الميه بالظبط بس حاجه و60%. فبالتالي انا مشيت تايم احتاجت تايم سيميوليشن تايم مقداره ار سي الماجنتيود بتاع ار سي عشان اوصل ل 66 حاجه و60% من الفاينل فاليو بتاع الريسورس بتاعي. طب لو فرضنا ان انا مشيت كمان شويه بتاعت 7 ار سي 7 ار سي حاليا وصلت تقريبا ل 99.99% من الفاينل فاليو بتاعتي. طب بالتالي انا لو هعمل سيميليشن لسيركت زي دي محتاج اخد تايم بيس قد ايه؟ الترانزيت اناليسيس بتاعي الترانزيت سيميليشن بتاعي محتاج احط تايم بيس قد ايه على السيميليشن تايم بيس قد ايه؟ بالتالي 10 ار سي هيكون كافي جدا صح؟ 10 ار سي هتكون حاجه كافيه. في الاخر الاكيوريسي اللي هتطلع لي هنا الايرور هيكون 1 على ايرور على دي باور 10. دي باور 10 دي رقم صغير جدا. واحد على دي باور 10. فده شكل الريسبونس بتاعي. فلو هرسم في التايم دومين هرسم بالمنظر ده. في ناس بقى من اللي عملت الاساينمنت سابت ال R وال C لل ليفل فاليوز. ليفل فاليوز يعني ايه؟ يعني ده بالكيلو ب 10 يورو. يبقى ال R C بكام؟ حسب ضرب الاثنين في بعض هيطلع ب 10 نانو سكند صح؟ 10 نانو سكند معنى كده ان كل الدنيا دي كلها هتكسب بتاع قد ايه؟ طب استنى كل اللي انا محتاجه بالسيميليشن ده هيكسب بتاع قد ايه؟ 100 نانو. 100 نانو الاكبر من 100 نانو ده طبيعي الوقت بس سيميليشن مش سيميليشن انا ما بعملش سيميليشن حاجه حطها في الريسبونس وخلاص وصل للست ستيت تقريبا من 100 نانو. فلو انا عندي سيستم بالمنظر ده يكفي ان انا شغال 100 نانو بس. طيب بالنسبه بقى للناس في ناس عملت المنظر الربع عليا في ناس السيميليشن عملت التايم بيز بتاعي لحد 5 سكند ده ماشينز لحد 5 سكندز خدت 5 سكندز موجود متخيلين 5 سكندز دي هي علاقتها ب 10 ب 100 نانو دي كام اوردر اوف ماجنتيود فرق؟ مليار. ده في 10 اسمها 9 وده في 10 اسمها 0 يعني 10 اسمها 9 فرق يعني مليار. يعني كل الدنيا دي كلها كل اللي حصل هنا كل اللخبطه وكل الدنيا اللي حصلت دي حصلت في هنا على السكيل ده حصل واحد على مليار من السكيل. انتوا تقدروا تشوفوا واحد مليار بعينكم مجرده؟ مطلعين الكيرف بيرفورمانس والستيت ريسبونس هيطلع شكله عامل ازاي؟ حاجه عامله كده اكيد مش هتغير حاجه يعني ما حصلش حاجه جديده. فبالتالي لازم نكون عارفين هي بالظبط جارج ان جارج اوت يعني التول بتعرف تحل مش بتفهم. اللي بيفهم هو اللي بيحط الارقام عليه. فانت لو عايز تقول تتصرف وتطلع لك تاكد لك ان الحل بتاعك صح ولا غلط ولا تاكد لك ان اللي انت كنت متوقعه صح ولا غلط ولا تشوف توقع السيركت شكلها عامل ازاي لازم على الاقل تعرف التايم بيز في السيميشن بتاعك الترانزيت اللي احنا على الاقل التايم بيز اللي انت عاوز تشوف فيه اللي حصل في الدايره بتاعتك تحطه مش تحط 5 سكند وتقول في الاخر لو طلعت كده انت تعرف ان في حاجه غلط يعني زوى من هنا يعمل اي حاجه ووصل للستيت ستيت بدري جدا فتعرف ان في حاجه غلط. فالمفضل ان انت في الاول خالص نشوف الاوردر اوف ماجنتيود بتاع التايم بيز عندك هتخليه كام. طيب مش بس كده خلينا نشوف الفي بالز الناس اللي عملت صح الستيب ريسبونس عملت بالفي بالز ودي حاجه كويسه الفي بالز عملتها سكوير ويف بس في ناس قالت ايه انا مش عاوزه الجزء ده يبوظ لي الاوت بتاع الجزء ده فهبعد الجزء ده جامد اللي هي بعيده حتى بعيده يعني ايه خلوها 1 سكند خلوا البالز كويس 1 سكند دي حاجه كويسه جميل يعني المفروض اكبره خلاص اكبر من الاقصى بقى كل سنه 100 مره اقصى ولا حاجه وده خليت 1 سكند الناس اللي ما خدتش بالها من حاجه ثانيه بقى انا هنا عشان اطلع الاوتبوت بالمنظر ده هسالكم سؤال هل الستيت انبوت المفروض يكون شكلها عامل كده ولا شكلها عامل كده؟ انهي صح انبوت عشان يطلع لي الاوتبوت ده؟ الاولى صح؟ يعني الرايس لاين المفروض يكون قد ايه بالنسبه لل
الارسنال فرصه تكون اقل تكون اقل. يبقى تي رايز المفروض يكون ايه؟ اقل بكتير من ارسنال عشان احسب الرقم صح. اقل قد ايه بقى؟ ده لما هستخدم الريزلتس الطبعه دي هستخدم على الجهه دي والسيستم بتاعي ايه؟ الباب سنتيشن بتاعه. فالستيب دلوقتي اقل بكتير من تي رايز عشان تطلع لي تي رايز بتاعتي اقل بكتير من ار سي عشان تطلع لي سيميشن ريزلت معاك. المشكله ان تي رايز دي حاجه انتوا المفروض تكتبوها، لو سبتوها كده الكيدنس الواحد بيعملها غالبا هيعملها 1% من البالس ويتس. 1% من البالس ويتس لو هي 1 سكند يبقى كام؟ 10 ملي سكند صح؟ 10 ملي سكند بالنسبه للتي رايز اللي انت كنت عايز مثلا عشر الار سي يعني خليتها 1% مثلا نانو سكند. 1 نانو سكند و10 ملي سكند الفرق بينهم كام؟ 10 اس 7 10 مليون ضعف. متخيلين يعني ايه 10 مليون ضعف؟ يعني دي طلعت 1 نانو سكند يبقى الثانيه مش هتمشي كده، مش هتبان كده، الستيب مش هيطلع كده، هيطلع تقريبا خط مستقيم وهيطلع ستيب في الاخر على المريخ ولا حاجه بالنسبه للستيب اللي خدت دي. فدي خدت 1 سم يبقى دي هتطلع هتاخد 10 اس 7 سم على مدى على مدى ال 10 7 سم دي ده. فبالتالي الستيب ريسبونس ناس طلعها بشكل عامل ازاي؟ لو انا دخلت ستيب بالمنظر ده ايه العين على الار سي ان هو هيتراكم؟ هيتراكم هيمشي عليه. يبقى الانبوت هيطلع زي الاوتبوت بالظبط، هيطلع لي انبوت كده ده الانبوت وده الاوتبوت، وناس طلعت كده. ناس طلعت معاها الستيب انبوت زي الستيب اوتبوت. انا هسال سؤال، هل كده نتحل في اي كيس من الكيس اللي احنا قلناها النهارده دي دلوقتي، هل كده نتحل حاجه غلط؟ كده نتحل صح مظبوط؟ حل زي ما انت عاوزه زي ما انت مدخله ويطلع. بس الهدف ان احنا خدنا السجشن اللي قبل كده ان انت قبل ما تدوس رن السيميليشن تكون متخيل الرن دي هدفها ان انت عاوز تجرب اللي انت كنت متخيله ان الداتا هتعمل البرفورمانس بتاعه صح ولا غلط. ممكن تقول انت عملت حاجه غلط في النص طلع هو لو باص وانت عارف هو هيباص. دي حاجه مختلفه بس على الاقل مش زي ما دخلت الستيب زي ما طلعت الستيب يعني ما عملش اي حاجه. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي. دي كانت شويه نوتس كده صغيره على الساينت. غالبا الحاجات دي المفروض بالوقت تعرفوها يعني على حسب خبرتك وانت شغال في التول اللي انت مستخدمها. بس على الاقل لو كنت طلعت لك حاجه زي كده انت عارف ان مش ده الستيب ريسبونس بتاعك. مش ده الستيب ريسبونس اللي انت خدته. بس كل الستيب بيرفورمانس هقدر اشوف فيها ممكن تحدد بالنسبه للار سي 5 سكند كانت انفينيتي. لا انا قلت ناس قالوا عايزين نبعد عشان يلحق حساس يوصل للستيد ستيت عشان ما مش قبل ما يوصل للستيد ستيت تيجي باوس ثانيه هيبقى كانه بيعمل سينوسويد بيشارج ما وصلش للستيد ستيت. فانا لو عاوز اشوف الستيد ستيت يوصل للستيد ستيت عشان اقدر اقول ان ده بالكامل ده الستيد ريسبونس بتاعي. ايا كان دي كانت شويه نوتس صغيره عن الساينت. حاجه ثانيه بقى بالنسبه للسكاشن يوم الاثنين، بما ان احنا قبل المحاضره بتاعت الدكتور بشيل اللي هو السكند اوردر سيستم. سكند اوردر لو عندي الايكويشن بتاعت الترانسفر فانكشن بتاعت السكند اوردر لو عندي سيمبل حاجه خالص دي هحلها خالص. ميجا نوت سكوير على اس سكوير ده كان ميجا نوت على كيو هيطلع لي 2 ريال بوكس. 2 ريال بوكس للسيستم ده لو الكواليتي فاكتور اقل من نص. هنشوف البرفورمانس شكله عامل ازاي والفريكونسي ريسبونس شكله عامل ازاي بس هنستيب بس كذا حاجه ونشوف كل الارقام دي. لو الكواليتي فاكتور يساوي واحد على روت 2 يبقى ساعتها انا عندي حاجتين، عندي الريال بارت سلوك فاليو بتاعت الريال بارت بتساوي لو سلوك فاليو بتاعت الميجري بارت. الاثنين بيساووا بعض يعني مثلا 2 ناقص 2 زائد او ناقص 2 جي الاثنين بيساووا بعض عند واحد على روت 2
ودي اللي بنسميها بدايه البيكنج. ده لما بيحصل بيك في الفريكونسي ريسبونس بدايه من الكوالت فاكتور اكبر من 1 على 2. خلينا نشوف الكوالت فاكتور اكبر من 1 على 2. لو اكبر من نص هيطلع ايه؟ هيطلع الاثنين ريال كومبلكس كونجكت بول. لو الكوالت فاكتور اكبر من 1 على 2 يبقى شكل الريسبونس هيعمل لي بيكنج ريسبونس. هيحصل لي بيكنج. البيكنج ده بيحصل عند فريكونسي اوميجا ام زي اوميجا نوت سكوير روت 1 على 1 زائد 4 كيو سكوير. ده بالنسبه للبيكنج. البيكنج فاليو لو عملنا ابروكسيميشن نبقى غلط نبقى غلط. ماشيين هناك. اوميجا نوت بتساوي اوميجا ام بتساوي اوميجا نوت 1 سكوير روت 1 على 1. ده عندي اندر كونديشن ان احنا كواليتي فاكتور كبيره خلينا نقول المحاضره بتاعتنا انها اكبر من 5 اقدر استيتش فاكت حاجه. استيتش فاكت حاجه من البيكنج ماجنتيود. الماجنتيود بتاع البيكنج تقريبا بيساوي كواليتي فاكتور او بالدي بي هيساوي 20 لوج كواليتي فاكتور. البيكنج الماجنتيود بتاع البيكنج بالنسبه للسيستم ده عشان بليز وقت كل كل احنا بنسمع ايه 5 دي عباره عن ايه؟ بقيت اكتر هاي خلاص هاي كويس. هو في المحاضره وصلت 5 زمان كنت بتقول 10 بس ده هيبقوا 3 ايا كان. بس هنشوف ليه هو هاي ليه يعني هاي ليه كويس على المنزل. والفيز ساعتها عند البيك عند الاوميجا ام هيساوي ماينس 90. ده الفيز بتاع السيستم. طيب خلينا نشوف كده عايزين نرسم البول زي بالظبط بتاع السيستم ده بالوان مختلفه مع كل الكواليتي فاكتور ونشوف شكل البولز وزير شكلهم عاملين ازاي عشان نعرف على الاقل البرفورمانس. لو جالي بولز وزير بالمنظر ده نعرف البرفورمانس شكله عامل ازاي. لو عندي سيستم كده بكل لكل لون هنرسم كواليتي فاكتور انترفال. طب اللون الاسود ده لو عندي كواليتي فاكتور اقل من النص هلاقي عباره عن اثنين بوز بول جاي من عند انفينيتي بول جاي من عند زيرو الاثنين بيقربوا من بعض هيقدروا يقربوا من بعض. خليها تقدم شويه لحد ما يوصلوا لحد قيمه الاثنين بولز يساووا بعض فيها. انت الاثنين بولز بيساووا بعض فيها هي القيمه اللي عندها كواليتي فاكتور بتساوي نص. دلوقتي البولز دي ريال ولا مش ريال؟ ريال دي تو ريال تاتشز ريال تاتشز. اما الكواليتي فاكتور بقى يعني دي اللي بالاسود دي الكواليتي فاكتور اقل من النص. طيب خلينا نشوف الاحمر الكواليتي فاكتور اقل من 1 على 2 واكبر من النص شكلها هيكون عامل ازاي ريسبونس؟ هيبدا يحصل لي كومبلكس كونجكت الاثنين بيساووا بعض. قلنا عند ال 1 على 2 عند الكواليتي فاكتور 1 على 2 الريال والماجن بعض هيساووا بعض ولا لا؟ غير ماشي بصوا صح؟ خلينا نقف عند النقطة ديت اللي هي النقطة اللي قلنا فيها اللي واحد على روت 2 المسافة دي هتساوي المسافة دي. طيب أنا هسألكم سؤال الكيرف ده ماشي على أنهي دوري على أنهي ماشي خط مستقيم ماشي دوري دايرة دايرة ماشي دايرة. حد عنده أي فكرة دايرة دي؟ عشان يبقى نفس الاوميجا كيو على 2 اوميجا نفس الاوميجا الاوميجا نفسها. يعني انا عندي كام ايكويشن بقى بتحبني؟ الايكويشن دي صح؟ اه بجيب البوتس بتاعت الايكويشن دي اللي هي اس سكوير بلس المنظر ده. انا عاوز اشوف لو غيرت الكواليتي فاكتور هيمشي على كيرف بشكل عامل ازاي؟ طب ايه اللي انا هعرفه؟ هو ايه اللي بيمشي؟ مش الروتس؟ صح؟ الروتس بتاعت السيستم ده اللي ايه؟ واحد اثنين بتاع السيستم ده عباره عن ايه؟ ناقص اوميجا نوت على 2 كيو زائد ناقص اللي الكواليتي فاكتور اكبر من النص بنخرج الجي دي بره اوميجا نوت 1 على 1 ده كده دي شكل البوز البوز بتاع السيستم. طيب لو انا بغير في الكواليتي فاكتور وعايز اشوف الماجنتيود مش الديستانس دي هي الماجنتيود بتاعت الكومبلكس قول المسافه دي هي الماجنتيود صح؟ والفيز هو معلش هو في الكيو اكبر من دوتو اصغر من ركعه على دوتو دي مش المفروض ان هي اصلا تبقى ريال اكبر من نص
تاني كيس اللي هي الكيو اكبر من نصه اصغر من واحد على مجرى اتنين. الرولز المفروض ان هي تطلع ليه؟ لا ماشي. طب هي اكبر من نص؟ هي اقل من نص تطلع اتنين ريال. طيب يا شباب يبقى ده عندي كيس كده والماجنتيود هو الطول ده. فالماجنتيود ده حاجه زي كده بكام؟ الماجنتيود بتاع اس واحد اتنين دي بكام؟ هاخد الاوميجا نوت بره هلاقي في الاخر سكوير روت الريال تربيع ناقص المشهد التربيع يبقى 1 على 4 دي سكوير زائد المشهد التربيع بدل 1 ناقص 1 على 4 كيو سكوير. يبقى ده هيطير مع ده هيبقى في الاخر الماجنتيود بيساوي ايه؟ اوميجا نوت. يبقى الماجنتيود بيعتمد على الكواليتي فاكتور؟ الماجنتيود ما بيعتمدش على الكواليتي فاكتور بالنسبه للسكند اوردر سيستم ده. فطالما الماجنتيود ما بيعتمدش على الكواليتي فاكتور يبقى شكل الدايره اللي احنا هنمشي فيها لغايه الكواليتي فاكتور بس بتثبيت كل البارامترز بقى يعني ما عنديش غير الاوميجا نوت. يبقى هيتحرك على ايه؟ على الاوميجا نوت. على النواريه دي الريدس بتاعها كام؟ اوميجا نوت. الريدس بتاعها اوميجا نوت. اي مشكله لحد دلوقتي؟ مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. طيب ماشي. خدتوا كذا ستيت في المحاضره، خدتوا لو غيرت الاوميجا وثبت بقيه الحاجات، ولو غيرت الباندلز وثبت بقيه الحاجات. خلينا نبص هنا، لو غيرت الاوميجا وثبت بقيه الحاجات ايه اللي هيحصل للماجنتيود؟ الماجنتيود هيتغير صح؟ طب بالنسبه للفيز، الفيز اللي بيساوي ايه؟ نيجاتيف تايم انفرس شكل الريال على الايماجن صح؟ نيجاتيف عشان تحت تايم انفرس الريال والايماجن، الريال والايماجن كام؟ شكل بتاعه او خلينا نشوف الماجنتيود يعني بلاش تحت الجيل عشان نرسم الماجنتيود هنا بكام؟ الريال على الايماجن على الريال الاوميجا هتيجي مع الاوميجا هيبقى لي سكوير روت 1 ناقص 1 على 4 كيو سكوير على 1 على 2 كيو. ليه علاقه بالاوميجا؟ مش علاقه بالاوميجا صح؟ يبقى ساعتها لو انا همشي هغير الاوميجا مع كونستنت مثبت كواليتي فاكتور، كونستنت كواليتي فاكتور حط اللي انا عايز امشي فيه كونستنت كواليتي فاكتور يبقى الفيز هيتغير حبه في السالب صح؟ وايه اللي هيتغير؟ كيو ماجنتيوم صح؟ يبقى الخطوط اللي ماشيه كده دي انا مثبت كواليتي فاكتور كونستنت كواليتي فاكتور وغير الاوميجا. طيب انا عاوز كونستنت باندلز، كونستنت باندلز يعني ايه؟ ايه اللي بيحصل بالبندلز؟ ثابت، البندلز اللي هو عباره عن ايه؟ ميجا نوت على كيو، فلو ميجا نوت على كيو ثابت، بص هنا ميجا نوت على كيو يبقى الريال ثابت، الريال بيتغير؟ تبقى كده تنزل الريال ما بيتغيرش صح؟ بس ايه اللي بيحصل بالمجن؟ دخل ميجا نوت جوه هتلاقي سكوير روت ميجا نوت سكوير زائد رقم ناقص رقم كونست اللي هي ميجا نوت سكوير على 4 كيو سكوير ده رقم كونست بس بيتغير مع ميجا نوت صح؟ يبقى هتلاقي خط عامل ازاي؟ خط طالع anyway بس عشان دي التلات رسومات اللي كانوا موجودين في المحاضرة يعني لسه كان دلوقتي. anyway خلينا نكمل كده ونشوف لو انا عندي كواليتي فاكتور اكبر من واحد على روت اللي هيحصل؟ هلاقي بيطلع كده صح؟ عند انفينيتي هلاقي بوز بقت على جي اوميجا اكسس، هل ده منطقي؟ عند انفينيتي وصلت كده حطه بكيو انفينيتي ايه اللي هيحصل؟ يبقى ده بزيرو. يبقى اس سكوير بلس ميجا سكوير ايه؟ بلس ماينس اوميجا نوت سكوير جي اوميجا نوت سكوير بلس ماينس اوميجا نوت جي اوميجا نوت اوميجا نوت احنا كده سليم الرسمه اللي احنا رسمناها اصلا دي سليمه. طب انا عاوز ارسم الفريكونسي ريسبونس بقى لكل لون من دول عاوز ارسم الفريكونسي ريسبونس بتاعه. قلنا بالنسبه للاسود اللي هو كمان فاكتور صغيره هو عباره عن لوبس عادي مش ايه لوبس عادي وبينزل كده من بدايه النزول عنده تقريبا عند اوميجا نوت والستوب بتاعه ناقص 40 دي بيبر دي كده. اي مشكله كده؟ بس ده بالنسبه للسبونس كل ما عندي كواليتي فاكتور بس لسه ما وصلتش واحد على روت 2 عليت الكواليتي فاكتور للواحد على روتو يعني لسه مفيش بيكي ايه اللي هيحصل للبرفورمانس؟ هو الترانزيشن هيكون شاربر بس الترانزيشن يعني ايه شاربر؟ هيبقى الاحمر دلوقتي يعني هيفضل ماشي كده بس بدل ما هو بينزل سموث كده هينزل شاربر اكتر بس في الاخر هيوصل للستيت سيت فاليو ناقص 40 دي بعد الترانزيشن ناقص 40 دي بس الترانزيشن بقى اصعب فشاربر اكتر. طيب لو علينا كواليتي فاكتور اكتر بقى اللي هي الازرق دي علينا كارت فاكتور اكتر هيبقى يحصل لي
البيكنج هو عامل ايه مثلا؟ البيكنج هيسعى عامل ايه مثلا؟ هلاقي الريسبونس بقى شكله عامل كده؟ فده يحصل بيكنج برضه بينزل في الاخر عند الناقص 40 كبير كده، بس بيحصل بيكنج عند اني فريكونسي؟ عند اوميجا يعني. حد يقدر يتخيل ليه يعني اقدر من الكويشنز اللي قصادي دي اقول ليه عند الكواليتي فاكتور بس اكبر من 1 على روت 2 بيحصل بيكنج؟ مش اقل من كده؟ اللي اشمعنى 1 على روت 2 بعدين فقط؟ حد يقدر؟ هي جايه من اساسا من الكويشن دي. جايه من احنا جبنا الماجنتيود عوامل جي اوميجا هنا وجبنا الماجنتيود شكله عامل ازاي بتاع السيستم ده وفاضلنا وصلنا بالصفر. لو فضلنا وصلنا بالصفر هيجيب لي ايه؟ لو في ماكسيموم زي دي هجيب لي هجيب لي الفاليو بتاعتها المنطقه بتاعتها. هيطلع لنا الايكويشن اوميجا ان اوميجا بيحصل عندها ماكسيموم هي الايكويشن دي. طب الايكويشن دي امتى يحصل ماكسيموم؟ لما يكون الايكويشن دي فيها ريال الايكويشن دي ريال. صح؟ ثاني مين حط الاربعه؟ ما عادش نبهني من الاول. معلش الجزء ده كده من اول من اول الجزء ده. طيب بس دي هتعوض فيها لو هتكون ليها ريال ريال كوميديا يعني كوميديا ريال فاليو اما كواليتي اكبر من اللي عملته الايكويشن دي جايه من التفاضل بتاع الاخر. ثاني الرسمه يعني البيك هيحصل امتى؟ البيك هيحصل عند اوميجا ان؟ لا حضرتك قلت فاضل هنفضل هي البيك هيحصل امتى؟ اما يحصل الماجنتيود ده يحصل له مينيمم صح مش هو في المقام؟ ايوه يحصل له مينيمم يبقى هيجيب لي اعلى اعلى جاي بجيب الماجنتيود وفضله وازود الصفر المينيمم بتاعه بجيب المينيمم بتاعه عند انهي لو المينيمم بتاعه طلع عند الفريكونسي ريال كده يبقى هيحصل بيكنج الكونديشن عشان يحصل يكون الفريكونسي ده ريال ان الكواليتي فاكتور تكون اكبر من 1 على روت 2. طيب يا شباب قيمة البيكنج دي لو الكواليتي فاكتور كبيرة يعني أكبر من 5 برضه دي يبقى قيمة كام؟ 20 لوج كواليتي فاكتور بالدي بي والفيز عندها بكام؟ الفيز عند النقطة دي كام؟ بنقص 90 بالإيكويشن دي نقدر نجيبها لو الكواليتي فاكتور كبيرة؟ احنا عارفين ايه؟ عارفين ايه الستيتس دي؟ بس عشان الدنيا توضح قصادنا عارفين الاكستنس ست اللي بيحصل بالاس الاس ممكن اقول انها جي اوميجا صح؟ عند الاستنس ست السيستم اقدر اقول انها اس تروح لجي اوميجا. طيب انا لو عندي كواليتي فاكتور كبير يبقى الاوميجا اللي هتحصل عندها بيكنج هتكون بتساوي ايه؟ مش هقدر اعمل واحد على 2 كيو سكوير دي؟ اقدر اعملها صح؟ يبقى الاوميجا هنا بتساوي ايه؟ اوميجا هنا بتساوي ايه؟ اوميجا نوت صح؟ لو عوضت هنا باوميجا نوت يبقى دي ايه؟ ناقص اوميجا نوت سكوير هتطير مع اوميجا نوت دي صح؟ وهيبقى ايه؟ جي اوميجا نوت سكوير على كيو سكوير على كيو صح؟ اوميجا نوت سكوير اوميجا نوت سكوير هتطير مع اوميجا نوت سكوير هيبقى في الاخر ده هيروح لايه؟ كيو على جي اللي هي هتساوي ايه؟ ناقص جي في كيو يبقى الماجنتيود بيساوي كام؟ كيو كيو والفيز؟ ماينس جي اللي هي كام؟ ماينس 90 جميل لحد كده؟ ده كل الكلام على على السكند اوردر سيستم. أي مشاكل؟ مش مشاكل. بس ازاي نرسم بقى لو في حاجة زي كده لو عندي رسمة تديني بولز وبس تكون دوميننت البولز دول قدرت الاقي الكواليتي فاكتور بتاعهم كبير ويكون دوميننت يبقى لازم البرفورمانس بتاعي يحسن كبير. لما تبقى كيو بتساوي واحد على جذر اتنين بقى. ده لسه لما كيو بتساوي فلكس على واحد على جذر اتنين يبقى الفريكونسي بصفر الماكسيموم فين؟ فين؟ الفريكونسي بصفر صح؟ اه معنى الفريكونسي بصفر معناها ان الماكسيموم فين؟ هل ده منطقي؟ معناها بالظبط ان انت عملت السيستم بتاعك هي فعلا مش فيها ماكسيموم في الصفر مش هي بتنزل؟ ماكسيموم صفر بس بعد الصفر برضه بتنزل يعني لو مشيت كده اللي هي كده ماشي بتنزل فدي الماكسيموم ماكسيموم عند الصفر بعد كده الماكسيموم بتبتدي تطلع فوق تتعدى وتتعدى وتتعدى. فهي لو عند الصفر هو بيحصل ماكسيموم عند الزيرو فانا مش هشوف. الكلام ده باشمهندس كريم نزل هينزل ولا نزل معرفش نوتس السكشن دي سيكشن واحد زي ما قلنا الفاينل انسر بس هي اللي هتنزل الفاينل انسر دي هي اللي هتنزل ولا في حد عنده
اي مشاكل في الارقام اللي طالعه كده ليه او الريسبونسز طالعه كده ليه اللي هي يسال يعني لو لقينا فيها اسئله كتير هنعمل ان شاء الله حاله توصيليه يعني. طيب يا شباب هنسأل سؤال، احنا لحد دلوقتي بنعمل ايه بقى في المادة دي؟ حد متخيل كده اول سكشنين عملنا فيهم ايه؟ فلتر. اول سكشنين يعني هو كل هدف من اول سكشنين اولا ما ينفعش يكون دلوقتي عندك شكل مش عارف الستيب ريسبونس والامبلس ريسبونس والكلام مش عارف اللوباس فلتر الستيب ريسبونس شكلها يكون عامله ازاي مش عارف ان الهايباس فلتر بيعدي الايدج السريعه وبيموت الدي سي كان بس الهدف من اول سيكشن تعرف الترانزيانت ريسبونسز اللي موجوده بالنسبه للفلترز المختلفه او الاشكال المختلفه في السيركتس يعني بس في السيركتس. بعد كده اتكلمنا على موضوع البولز لو عندي بولز او سينوس موجوده باي شكل في الاس بلين اي شكل موجود فيه شكل البول وزيرو قدرت اعرف ارسم الفريكونسي ريسبونس بتاع السيستم ده. استفدت ايه من حكايه الفريكونسي ريسبونس ان انا اعرف لو عندي شويه بولز وزيرو اعرف اديكت ده باند باس ده باس ده باند ستوب هاي باس فلتر اقدر اعمل اديكت نوع الفلتر من شكل البولز والزيروز. بدايه من النهارده بقى من سيكشن النهارده المفروض دي هتبتدي الماده اللي هي ايه؟ المفروض في الاخر اخر الماده اللي بعد خلاص الماده دي خالص مطلوب منكم لو واحد طلب منكم ده سيستم بالمنظر ده سيستم يقول لكم انا عندي سيستم ده فريكونسي انا عندي سيستم فيه داتا اللي انا عاوزها هنا موجوده في الفريكونسي باند ده في داتا ثانيه انا مش عاوزها موجوده في الفريكونسي باند ثاني زي الراديو مثلا الراديو مش هي المحطات انت عاوزها المحطات انت مش عاوزها انت عاوز تسمع المحطه بتاعتك بس مش سمعت محطات ف ايا كان في داتا هنا وفي داتا هنا الراجل بتاع السيستم ده يقول لك ايه؟ يقول لك بص انا عاوز السيجنال دي ومش عاوز السيجنال دي انا عاوزك تعمل لي اتنويشن للسيجنال ديت على الاقل 40 دي بي يعني تموت لي السيجنال ديت ب 40 دي بي عن السيجنال دي هموتها ازاي؟ هحط ليميت كده ان ده الفلتر بتاعي الفلتر بتاعي المفروض يكون البرفورمانس بتاعه من الفرق بتاعه من الدي سي عند الفريكونسي ده 40 دي بي مثلا هو الراجل قال لك كده انا عاوزك تكون فرق 40 دي بي عشان تموت لي السيجنال دي بس في الاخر نفس المساله بتاعت شيك واحد السكشن يبقى الاخر يطلع لي ريسبونس شكله عامل كده الحته دي البتاع دي ميته بدل ما هي كبيره قوي كده يحصل لها اتنيميشن. طب لو انا عاوز اعمل لها اتنيميشن بالمنظر ده قال لي اعملها ب 40 دي بي اتنيميشن ده اللي انت حطوه في المحاضره سميتوه ايه؟ اي اس فاكرين؟ ده الاي اس اللي انت سميتوه في المحاضره وكان بيحصل عند فريكونسي اسمه اوميجا ستوب بيحصل عنده الفريكونسي ده فبالتالي انا الفلتر بتاعي المفروض يديني برفورمانس احسن من ايه؟ احسن من ناقص 40 من 40 دي بي يعني الفلتر المفروض يعدي من تحت ما يعديش من فوق هذا الفريكونسي ده. طيب ماشي انتوا عارفين ان السيجنال دي السيجنال بتاعتي وعارفين ان ما اقدرش اجيب فلات ريسبونس الفلات ريسبونس ده اللي هو بتاع البريك وول فلتر كان نان كوزر حطه في المحاضره نان كوزر يعني معاه مش حاضر امبلمنت فانا عاوز اعمل امبلمنتيشن فلتر فبالتالي انا مش عاوز يحصل لي ديستورشن لا للفيز ولا للماجنتيود عليا عندي سبيسيفيكيشن السبيكس محطوطه عليا للفلتر ده اللي انا عاوز اعمله مش عاوز يحصل لي ديستورشن للامبلتيود فالراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص انت قدامك تتحرك في الامبلتيود في الباس باند تغير لي في الريسبونس بتاع الفلتر في الماجنتيود ده بفاليو سماها ايه؟ خلاص فلكتويشنز اللي مسموح لي بيها البرفورمانس بتاع الفلتر في الاي باس ده شكل البرفورمانس المطلوب منه وده بيحصل عند فريكونسي اوميجا خلاص. طيب بالتالي حد يقدر يتخيل الفلتر اللي احنا المفروض نرسمه هنا كل الحاجات دي بتبقى في المحطه صح؟ لو انا عاوز ارسم الفلتر بقى اللي ينفع للسيستم ده هرسمه فين؟ هرسمه فين؟ بين اللقطه صح؟ حد مش متخيل ليه المفروض ارسمه هنا؟ المفروض ارسمه هنا ويعدي تحت البتاع ده صح؟ تحت الاخضر لازم يعدي تحت الاخضر يعني مظبوط؟ ولازم ما يمس الاخضر ده لازم يبقى امبيدد جوه الانترفال بس هو مش لازم يمشي خط مستقيم ما انا بتكلم عليه دلوقتي
احنا رسمنا خط كده صح؟ طب هل ده بس الحل الوحيد اللي ينفع فلتر يعمل كده؟ ما ينفعش فلتر يعمل كده؟ ده فلتر برضه بيحقق السبيسيفيكيشن بتاع السيستم. في اي مشكله في البرفورمانس بتاع الفلتر ده؟ مفيش اي مشكله. طب في مشكله في الفلتر اللي عامل كده؟ مفيش اي مشكله، كلهم فلتر صح؟ المشكله مش باينه في الماجنيتيود. الماجنيتيود مش باين، شكل الماجنيتيود هي كلهم عايزين، بس فكره ايه بقى؟ في الفيز اللي بيعملوا فلتر هيعمل لي ديستورشن. الفيز ديستورشن اللي هي فاكرين انتوا شفنا اللي هو الباس فلتر اللي احنا رسمناه الستيب ريسبونس كان شكله عامل ازاي الستيب ريسبونس؟ وقصدي شكلها خالص صح؟ بقاش ستيب شكلها شكل ستيب، الفيز بيغير لي في الداتا خالص. طب لو انا عندي حاجه زي كده يبقى انا مهتم بالفيز، ان الدنيا ما تبصليش الفيز ما تبصش يعني. طيب الاوردر بتاع الفلتر، الاريا بتاع الفلتر، السنسيتيفيتي، شكل الفلتر ده الامبلمنتيشن بتاعه كان امبلمنتيشن وايز هيبقى كومبلكس ولا سهل ان انا امبلمنته باركتكشرز اللي انت عاملها دي. فده اللي احنا هنعمله بقى السكشن ده. هنبتدي اول ابروكسيميشن. اول ابروكسيميشن هو اسمه باتر وورث فلتر اللي هو بيسموه ماكسيمال فلات فلتر. ماكسيمال فلات ماجنتيود فلتر. ماكسيمال فلات ماجنتيود معناها ايه؟ يعني هو هيطلع حلو جدا هنا صح؟ يعني انا هيطلع تقريبا احسن واحد فلات هنا ريسبونس. هيجيب لي فلات ريسبونس في الباص باند. فده احسن واحد في الفلترز التانيين او مش هتستحق تاخدوها، احسن واحد في الفلات ريسبونس هنا. فهيديني هنا فلات ريسبونس. فده البتر وورث. خلينا نشوف البتر وورث. فاهمين دلوقتي الابروكسيميشن اللي احنا عاملينها؟ يبقى بقى لما هنشوف الابروكسيميشن المفروض من الرسمه ديت اطلع الجوز والزيروز بتاعت السيستم بتاعي بتاعت الفلتر بتاعي. بعد ما اطلع الجوز والزيروز بتاعت الفلتر بتاعي اشوف طريقه امبلمنت بيها الترانس فانكشن دي. امبلمنت الترانس فانكشن هي اوصل لحد السيرت ليفل لحد قبل اللي اوت اجرب السيرت وشغاله وكله تمام. هو ده المفروض يطلع من الجوز اوصل لحد نهايه السيرت قبل اللي اوت. طيب يا شباب في واحد اسمه ستيف باتر وورث شغال في 1900 كده عمل ابروكسيميشن للفلتر ده. هو بيعمل ابروكسيميشن ازاي؟ عنده كونسترينت كده اللي هي اي دي واي اس والفيز شكله عامل ازاي، وهو بيعمل كونسترينت عاوز يجيب احسن فلتر لاحسن اوردر يجيب لي فلات ريسبونس هنا. بس حل الايكويشن ويعمل شويه ابروكسيميشنز يطلع لي طلع لنا الفلتر الابروكسيميشن اللي هو بيقوله ده ليه ماجنتيود ريسبونس ام اوف اوميجا بتساوي 1 على سكوير روت 1 زائد ابسون سكوير اوميجا باور 2 ان. وقال لنا ان الابسلون دي المفروض تكون من 1 ل 0 وان الان دي الاوردر بتاع الفلتر. طيب وراح يقول لنا ده بس ده هيعمل لنا نفس البرفورمانس ده. خلينا نشوف هيعمل لنا لو باس فلتر في المنظر ده ولا لا. خلينا نشوف ازاي. هنشوف الاوميجا صغيره والاوميجا كبيره. خلينا نشوف لو الاوميجا اقل من 1. لو الاوميجا اقل من 1 يعني القيمه دي بكام؟ معناها كده ايه؟ معناها ان دي اقل من 1 دي اقل من 1 باور 2 ان معناها ان الرقم ده ممكن يحمله جنب 1 صح؟ يبقى ايه من اوميجا تقريبا بتساوي ايه؟ 1. طب ده زي بتاعنا؟ اه اما الاوميجا في الباس باند تقريبا ب 1 صح؟ باعتبار ان الاوميجا دي ليه 1 هنشوف هنعمل ايه يعني لو عرفت الاوميجا دي ليه 1. طب اما الاوميجا اكبر من 1 يعني جالي دي كبيره صح؟ وكبيره ايه؟ كبيره باور 2 ان يعني رقم بتكبر بيكبر على ليه من 1 ممكن اعمل 1 لو عملت 1 هيطلع لي ام اوف اوميجا بكام؟ 1 على ابسلون اوميجا باور 1 على ابسلون اوميجا باور ايه؟ ده بينزل مع الفريكونسي؟ على حسب لا بينزل يعني على حسب ده على ما مش المفروض الاوميجا باور الابسلون ده رقم كونستنت؟ اه لا يبقى خلاص انزل معاه صح؟ فاكر ان في كوش يعني كان في حاجه كان في بتاع بس هينزل. طب هينزل بسبيد قد ايه؟ بكام دي بي فيرتيكال؟ خلينا نشوف الماجنتيود ريسبونس بتاعه بالدي بي. بالدي بي لو فاكر 20 نود المنظر ده 20 نود الواحد على اوميجا ان هيبقى 20 نود.
هيطلع بقى ناقص 20 لو واحد على ايبسلون زائد ناقص 20 ان لوج اوميجا يعني ينزل بكام في البرتكيل ناقص 20 ان يعني ينزل ناقص 20 ان ده كله عمالين نجرب في الايكويشن الواحده دي عمالين نطلع منها كل حاجه هنضرب من كل سيكشن في الايكويشن طيب ماشي ننزل ناقص 20 دي بالكيت يبقى كده نفس الفلتر ولا لا؟ هي مشكله في الفلتر؟ بدل باتر وورث فلتر المفروض نعمل ايه بقى في الايكويشن دي؟ في عندي كام انون في الباتر وورث ده؟ الاكس كومز والان المطلوب مني في الاخر انا اطلع ايه؟ البولز والزيروز بتاعتي سواء هو لوج بولز زيروز ولا هو لوج بولز بس ولا ايه هنشوف. طيب خلينا نشوف نعرف من السبيكس المطلوبه في السيستم هناك دي هنعرف نجيب الابسلون والاوميجا ولا لا؟ الابسلون والان ولا لا؟ طيب يا شباب انا عارف ان المطلوب يحصل لي اي بي بفاليو بكذا، اي بي بتكون فاليو معينه ودي جري في السيستم ديزاين. بديني اي بي بكذا، عند الزيرو الاوميجا بزيرو، الماجنتيود بكام؟ واحد صح؟ طيب عند الاوميجا بواحد اللي عند الفاينل عند الاي بي يعني الماجنتيود بكام؟ الاوميجا بواحد. واحد على الروت واحد زائد ابسلون سكوير صح؟ اللي هي واحد على الروت واحد زائد ابسلون سكوير. يبقى الاي بي بتساوي فرق الاثنين دول صح؟ اعملهم بالدي بي اسهل لان هو بيديني بالدي بي يبقى ده كام بالدي بي؟ الواحد ده كام بالدي بي؟ زيرو زيرو دي بي ودي كام بالدي بي؟ 20 خلينا نشوف يبقى ايه؟ بي بتساوي ايه؟ مش الاول الايكويشن اللي احنا شغالين عليها اللي اصلا اللي احنا جبناها منين؟ هو الراجل فتر خيره عملها بس كده ولا نشتغل بقى عليها في اي فلتر؟ باتر وورد ايوه باتر وورد بس ماشي يعني ده بيبقى ممكن ينفع بون باس ولا سكوب لو باس اي حاجه هتعمل ترانسفورميشن هو ده لو باس نورمالايز ريسبونس مش ده لو باس تمام عشان حوار بان باس بقى وكده هنشوف هو بقى اوفر هاند ستيشن هنحاور بس اللو باس جنرال فريكونسي لو باس يعني بعد كده هتاخد في المحاضره زي حوار بان باس وكده ونعيدها السيكشن الجاي كان قال بتساوي 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير طيب لو عندي سيستم 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير كده ده ايه دي؟ الاي بي جدا ولا كده ولا لا؟ دي جدا صح؟ جدا شويه في المساله ده البرفورمانس اللي انا عاوزه يبقى اقدر اجيب الابسلون صح؟ يبقى الابسلون الايكويشن دي اقدر اجيب الابسلون جبت الابسلون طيب ماشي خلونا نبص على نفس الكلمات برضه انا ببص عند الـ A S او الستوب باند هي عندي فريكونسي اوميجا اس والقيمه بتاعتها جيفن الاوميجا اس برضه جيفن هعوض هنا عند اوميجا اس واشوف الماجنتيود فهلاقي ان الـ A S بتساوي ايه؟ 0 برضه ناقص 20 لوج 1 على فوت 1 زائد ايبسلون سكوير اوميجا اس سكوير برضه ان هنساوي 10 لوك واحد زائد ابسلون سكوير اوميجا اس بار 2 ان ايه العنوان الوحيد من الايكويشن دي؟ انا بنشال فكره ابسلون صح؟ العنوان الوحيد هو ان صح؟ طبعا العنوان الوحيد هو ان يبقى اقدر اجيب قيمته من الايكويشن دي سواء هتستخدم الايكويشن دي سواء هتستخدم الايكويشن جنرال لو حليت الايكويشن دول مع بعض طب انا هسالك سؤال كده سريع لو الان ما جيتش حل طلعت الان ب 4 1 من 10 هنخلي الاوردر كام؟ 5 4 3 6 5 اي سؤال تاني؟ عشان الكاميرا شغاله يعني اسمين دول يعني 5 5 5 5 صح؟ طب 5 ليه؟ 4 هتبقى عالي فوق ال بالظبط البرفورمانس ده احنا قلنا بينزل بكام؟ بينزل 20 نيجاتيف 20 ان دي بيبر ديكيت
فهو قال لي المفروض ينزل نيجاتيف 20 في 4 1 من 10 قال لي المفروض ينزل نيجاتيف 20 ان فقال لي المينيمم بتاعه ان هو ينزل نيجاتيف 20 في 4 1 من 10 بسبب ان انا ما ينفعش اعمل اوردر غير انتجر يبقى 4 1 من 10 دي اخليها 4 ولا اخليها 5 لو خليتها 4 هينزل بسلوك اقل يبقى اخليها 5 يبقى نيجاتيف 20 في 5 اي مشكله؟ اسلوب اقل يبقى هينزل كده مش هيجيب الفاليو كده. طيب شباب هنطلع من ان الجنرال ايكويشن ان اكبر من او يساوي انا بحفظ الحاجات دي يعني بس وراجعوا الكلام ده صح ولا غلط. نتيجة حل التو كويشنز دول جبنا الايه ال عن اللي في الاول كده هي كده لا الاي بي السيستم بتاعي يقدر يستحمل فاريشن تمام يعني حتى الكيس دي كده ما فيش فاريشن اصلا ايه ايه عند الاي بي زي واحد على واحد زي ابسلون سكوير انت ما يكونش في فاريشن مالكش مفهوم بزيرو صح كده مش هيحصل فاريشن الكلام ده من الايكويشن يعني الدرس اللي احنا بنسجله ان ده ما عملش فاريشن لا ما هي الايكويشن دي هي الرسمه انا راسم نفس الايكويشن ما عملش حاجه يعني مثلا الفاريشن زي اللي تحت هنا كده مثلا عامل ايه بس انا شايف ان في فاريشن ممكن يكون مش لازم يكون في فاريشن لا لا في فرق بين فاريشن فاريشن معناها ايه؟ الماكسيموم والمينيموم غيرهم بعض قد ايه؟ مش معنى كده مش معنى فاريشن لازم فاريشن يبقى كده فاريشن ممكن تكون ابتدى من هنا وانتهى عند هنا ادفع كام؟ ادفع كام؟ دي فاريشن فاريشن اصله تغير ماكسيموم ومينيموم غير قد ايه عن بعض مش لازم نشبهها كده طيب يا شباب احنا كنا واقفين فين دي ان ان اكبر من اكثر كذا الوضع من الابوزيشن بتاع الفلتر ده ان ان بتعتمد على اكس في حاجه المنظر ده لو انا عندي الاي دي اي اس ان بتعتمد على اكس في حاجه هي من ورا بتعتمد يعني ان الاي اس هي اللي بتحدد الاكس في حاجه فلو الاكس اتغيرت هي بتحدد الاي اس بس من ورا بعض يعني بيتعمل يعني انت في الاخر الاي اس والاي بي الاثنين موجهين لعمله واحده يعني اتنين ريليتد ببعض بس الان لو انا مديني سبيسيفيكيشن للسيستم هقدر احدد منها الاوردر وسبيسيفيكيشن للسيستم هقدر اجيب منه الابسلون ده هنشوف هنعمل ايه بالقيم دي شايف لحد دلوقتي ماشي الحال؟ لحد دلوقتي في مشاكل؟ احنا عاوزين نعمل ايه في الاخر؟ عاوزين بعد ما جبنا الارقام دي الابسلون والان عاوزين نجيب بقى اجيب البولز والزيروز بتاعت الفلتر دي لان اي فلتر في الاخر عاوز اوصل له بولز وزيرو واجيب ترانسفر فانكشن بتاعت في الاسكومين لما اجيب ترانسفر فانكشن بتاعت اشوف ازاي هنجمنتها اعمل جمنتيشن طيب يا شباب احنا كده قلنا لحد اخر كلمه قالها الدكتور في المحاضره. بعد كده السلايدين التو سلايدز اللي باقيين دي حاجه جديده عشان نكمل بيت السكشن يا اما هنقول لكم امشوا وكملوا بيت السكشن بعد كده. انا عايز اجيب بوت وزيروز وعندي المغنيسيوم هو انا عارف ان في الستيدي ستيت كل مره بتعملها في الستيدي ستيت الاس بتروح للجي اوميجا عند الستيدي ستيت طيب انا عندي فانكشن بتاعت الماجنتيود في الاوميجا اقدر اشيل الاوميجا دي واحط مكانها اس هتعمل اطفال بس في ترانسفير فانكشن اسمها سكوير روت اوف اس مش
هتعرف تجيب سكوير روت. فالطريقه الرياضيه هنلعب شويه رياضه يعني هتعود بيها بكره في المحاضره. انت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتجيب الماجنتيود اوميجا سكوير يعني واحد على واحد زائد ايبسلون سكوير اوميجا بار 2. في مشكله في الخطوه دي وعارفين خطوه ان الماجنتيود بتاع اتش اوف اس لو كده اللي انا عاوز اوصل له سكوير كان برضه بيساوي اتش اوف اس في اتش اوف اس كونجكت. فاكرين الكلام ده؟ طالما فاكرين الكلام ده لو انا عندي سيستم ان الاس راحت للبيور ايماجينري فاليو زي كده جي اوميجا اقدر اشيل الكونجكت ده واحطها بايه؟ مش هنبقى البولز ناحية تانية، ما عندوش حاجة غيرها.
بس بس على الدكتور بكره عشان يتاخر برضه في الاجابه يعني في الاخر اللي حصل نيجي السكشن الجاي طيب هنحل الايكويشن دي هيطلع لي حاجه زي كده هيطلع لي ان اس اوف كي بتساوي 1 على ايبسلون او 1 على ان مش فاكر بقى يعني راجعوا راجعوا اللي يعني مش هي موجوده في المحاضره يعني وراجعوا السكشن ده هينزل يا شباب ها السكشن القديمه هتنزل دي المولز بتاع السيستم ده انا هطبع في السيستم في المنظر ده يعني الكوشن دي حلوه انا هحط بدل الاسم ماينس اس اني مش هشيل اس لا هي ديت الرولز بتاع السيستم ده التو سيستمز دول في بعض فانا عاوز اعرف الرولز بتاعت اتش بي اس فانا عارف ان الرولز بتاعت اتش بي اس هي ما بدل الرولز بتاعت اتش كلاسز بس ان انا عملت العكس فانا محتاج بس انا ما اعرفش اصلا ايش شكله عامل ازاي يعني ايش هفعل ازاي؟ يعني ما اعرفش الكريشن عوض عشان الاسم منها اه ده اللي انا هجيبه دلوقتي ده اللي انا جبته هناك انا جبت البوز بتاعته ايه البوز بتاعت اتش بي اس بس خلينا الايكويشن دي ظريفه ده مش بقى بكره يعني الايكويشن دي ظريفه سهلة تتحفظ يعني في طريقة تانية أنا ما كنتش بحفظ الإيكويشن دي ما كنتش بعمل الإيكويشن دي في طريقة تانية هي نفس الإيكويشن بس جرافيكالي بتعملها جرافيكالي يعني ممكن تحل بيها أي روبس يعني هي جرافيكالي كنا بنعملها كده يعني بس الجرافيك اللي خلينا ناخد مساله ونشوف ايه النظام بس خلينا ناخد مساله عاوز اسالك سؤال بقى شايفين صحيحين ولا لا البولز دي البولز دي اللي هي جايه من الكيشن دي وقع على كنتور شكله عامل ازاي؟ دوريه ايلبس خط مستقيم بتاع مكعبر وقع على شكله عامل ازاي؟ انا عاوز اقول حاجه لما بنسال سؤال ما بيبقاش هدف منه ان انتوا تقعدوا تتفرجوا على جسمنا وتقولوا لو تخيلنا هو دوت الروح ولا مش عارف ايه انا بقول لكم البوز وقع على الكنترول شكله عامل ازاي احنا عملنا ازاي في ستاك فولدر سيستم شفنا البوز وجبنا الماجنتيود بتاعها انا هيصعب علينا ان نشوف الماجنتيود بتاعتها وعشان بيجي هات كتير يعني هتخوفنا الماجنتيود بتاعها عباره عن ايه؟ واحده ايبسون بواحده على ايه؟ في ريال وايماجيني سكوير ايماجيني سكوير سكوير روت بتاع الريال سكوير زي الايماجيني سكوير ساين سكوير وساين سكوير بلس ساين سكوير هي كام؟ 1 يبقى الاس بيساوي لما الكيو بتاع اس بيساوي 1 على اس كونستنت طب لما الكيو بتاع اس كونستنت فبالتالي ايه؟ الفيز بس هو اللي اتغير صح؟ يبقى هيمشي على ايه؟ على ضيق اول حاجه طبعا عملنا ان البتر وورف البوز بتاعته اللوكس بتاعها على ضيق هنشوف الفلترز الثانيه على اشكال مختلفه بس اول حاجه البتر وورف ماشي على ضيق اي مشكله لحد دلوقتي؟ شباب اي مشكله؟ اي مشكله هي الركبه العاديه؟ برضه هنا كنا ممكن نعرفها ان اس بتساوي قيمه وانا هجيب الروتس بتاعتها هو مش اي قيمه من دول اي روتس من دول لو خليتها باور ان هجيب لي نفس الاس صح؟ يعني يكون عندي ايكويشن اس باور حاجه بتساوي رقم ايه اللي هيتغير؟ الفيس بس والماجنتيود ثابت لو هنعملها على مثال صغير اس سكوير تساوي 4 يبقى اس تساوي ايه؟ بلس او ماينس 2 ماينس 2 لو ربعتها هتديني كام؟ 4 و2 لو ربعتها هتديني 4 يبقى لما نشوف بتاعهم هما الاثنين كام؟ ساك بس الفيز هو الفرق طيب خلينا نشوف لو مدينا مسألة ونشوف هنعرف نحلها ازاي وعلى مستصفحة ولا لينا ولا ايه وهنشوف هنطلع الايكويشن دي يعني اي حد عرف يبسط الايكويشن دي ما يحلهاش جرافيكالي هنحلها دلوقتي جرافيكالي يعني يبسط الايكويشن دي ويحلها بسرعة على الآلة خلاص جميل اعمل اللي انت نفسك فيه بس في الآخر المطلوب منك تطلع الجوز والزيروس بتاع كل سيستم شكله عامل ازاي فلو نسيت الاثنين نسيت لا حاجه ثانيه خلينا نشوف هنمشيها ازاي المساله بتقول لي ان عندي سيستم ام اوميجا سكوير بتساوي 1
على 1 زائد اوميجا باور 4، واحد على 1 زائد اوميجا باور 4، يبقى ال n بكام؟ n بكام؟ 4 2 6 1 2 ايبسلون 1 ونص بس 2 كام؟ 1 صح؟ مش عارف ايه هي 1 على 1 زائد ايبسلون سكوير اوميجا باور 2 ان الايبسلون 1 صح؟ خلينا بس نشوف الطريقه الجنرال هنعملها كريتيكال دي ازاي بدل الطريقه دي. انا عندي جنرال ان ان جنرال اي رقم، قلنا اللوكس بتاع البوز شكله عامل ازاي؟ هو عبارة عن دايرة والريديوس بتاعها كام؟ أوميجا. هو مين نايم الدور كله في بعضه كده؟ أوميجا ولا؟ واحد على واحد على واحد على إبسلون. الريديوس ده بيساوي واحد على إبسلون دور واحد على إن. واحد على إبسلون دور واحد على إن. طيب يا شباب اللي هنعمله إيه بقى؟ يعني هي ليها في الرياضة ليها معنى في الرياضة يعني. حاولوا تفهموها او تحفظوها او تعملوا اللي انتوا عاوزينه. كل اللي هعمله هعمل خط كده وتقاطعه ده في البول الاولاني هسمي دي ثيتا على الاثنين. لكن همشي بعد كده بثيتا. تيتا على الاثنين تيتا 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 هذا مخلصه. أي مشكلة في الرسومات دي هذا التعليم مش صعب عايز اسمك تبدأ ترسم. التيتا كام بقى؟ التيتا 180 على هنا. يبقى كل اللي أنت هتحفظه هو الفاليو دي الفاليو والفيس ده. تعالى نشوف المسألة هنا هنرسمها ازاي. المسألة الظريفة دي الأوردر 2 طبعا الاثنين هنقدر نعوض هنا بسرعه بس خلينا نشوف هنقدر نحلها هنا بسرعه ولا لا. شوفوا انتوا اي طريقه تعجبكم مثلا. انا شايف الطريقه دي بسيطه ما بتتغلطش. ال n باثنين صح؟ والابسلون بكام؟ واحد. يبقى الدايره الريدس بتاعها كام؟ واحد. الدايره الريدس بتاعها بواحد. والثيتا بكام؟ 180 على 2 يساوي 90 صح؟ وبنحسمه ايه؟ تيتا على 2 وده اول بول 45 يعني بعد كده 90 وده ثاني بول هو 2 بول صح؟ 90 وده ثاني بول كده انا رسمت 2 بول صح؟ مش انا عارف الماجنتيود بتاعهم؟ ده بيساوي ده؟ عارف الماجنتيود بتاعهم؟ وجدهم اقدر اجيب بالزاويه على الريزولوشن ده واقدر اجيب الكومبوننتس بتاعتهم الريال ميجر بتاعهم صح؟ اقدر اعمل كده او طريقه ثانيه اسهل ان انا اشوف الزاويه مش عندي كل الزوايا على رسمه اشوف الزاويه من اول الزيرو لحد الفيكتور يبقى الماجنتيود بتاع الفيكتور ايه اس بتساوي اللي هو الفاليو دي اس بتساوي الماجنتيود اللي هو الواحد على الابسلون هو الواحد على ان لا فيز الفاضي سمي دي فاضي وعوض بالاله هتطلع لك اللي هي لو ماشي لو كومبلكس يبقى حط قصادها بلس ماينس عشان تطلع عليها مثلا عشان تطلع كومبلكس ماينس جيب اللي فوق واللي تحت زود بلس ماينس صعب على الكوشن دي على يعني ما انا هي دي اسهل من دي هي دي نفس الكوشن على الكام دي اللي هناك دي هي نفس دي طب دي ممكن تكتبها ازاي؟ فيز 2k ناقص 1 على 2n بار الماجنتيود واحد على ايبسو فور ان مش دي جاي انا عم اتحرك دي جاي هو البار اللي اتقلب ايه البار بتاع اتقلب ايه شوفوا الفاضي فوق الفاضي الزائد اللي تحت الفاضي النص اه يعني ايا كان حتى لو عملتها اكبر بس ده غير في الاله ما كنتش هتنزل 180 يعني او ناقص 90 90 يعني ده ناقص
او ننزل بتاعتها خالص واللي طالع دلوقتي بلس ماينس مش هي بلس ماينس جي في الريال تحط بلس ماينس عشان تلاقي الامر سكوير. هنحل مساله ثانيه ونشوف يعني السكوير دي كان ممكن نحلها كده من غير ما نطبط يعني. خلينا نشوف باور 4 هنحلها ازاي. خلينا نشوف مساله ثانيه. كل اللي عمله ان هو شايل الاوميجا ديت زائد الليم كام؟ 4 4 8 6 4 بقول متاكد انها 4 صح؟ 4 الابسلون ابسلون كام؟ 4 ابسلون من 0 ل 1 هي سكوير روت روك هي سكوير روت روك هي نص صح؟ يبقى الماجنتيود عامل كام؟ واحدة على الابسلون وربما واحدة على الابسلون وعامل اوفر 4 يبقى كده كده الماجنتيود صح؟ الثيتا كام؟ 180 على 4 45 على رسم الرسمة؟ ومن الرسمة اقدر اجيب الجزء والزيرو يعني لو معلش لو طلبت من الرسمة هيبقى اتلخبط من المعدل ده. هتعمله ايه؟ نشر ونص. هتجيب الدورية والماجنتيود بتاع الدورية هو ده. 2 باور. الرينس بتاع الدورية هو ده واللي هبتدي نشر ونص. جيت على الاثنين الاول نشر ومين قال نشر ونص؟ نشر ونص. اه. طلع الزيروس في البوز بتاعتي. هي الايكويشن دي بتطلع على البوز بس. ليه؟ ايه؟ ليه؟ يعني الكلام ده بنعمله بيطلع لي بولز بس. ده بطل وورف وبطل وورف كله فلتر، الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ما ينفعش غير بطل وورف بس. بعد كده هنشوف اللي شفت فاهم ايه يعني. بس اجين الايكويشن ديت انا كنت بتلخبط من الايكويشن ديت كنت برسمها كده عشان ما اتلخبطش. فبالتالي دي ما تلخبطش او اللي بتلخبط فيها واللي يعرف يستخدم يخش يشوف طريقه ثالثه طريقه رابعه طريقه خمسه براحته. بس كده ده تجيب البولز بتاع السيستم صح؟ طيب خلينا بقى نشوف مساله ثالثه. ليه انا كنت باخد الاوميجا واحد؟ اللي هي نورماليزيشن اللي هي عامل نورماليزيشن يعني. الايكويشن بتاعتي اسهل لما اعمل نورماليزيشن. هنشوف هنعمل دي نورماليزيشن ازاي بقى؟ ازاي نرجع على خلاص الفانكشن للفريكونسي اللي انا عارفه. طب هنا مساله. الشباب هو اللي بيديني اللي احنا نزلناه دلوقتي ان انا عندي فريكونسي نازل كده وعنده اوميجا نوت نازل اوميجا نوت اوميجا نوت اوميجا عند واحد عند واحد بدأ ينزل الفاليو دي سميناها ايه؟ اي بي وعندي انا محتاج ستوب باند محتاج اعمل ستوب ريجكشن اسمه ايه؟ اس محتاج ستوب الفريكونسي ده وانا ده عن اوميجا بي اوميجا اس صح؟ في اي مشكله في الكبده ده اللي احنا عملناه من الصبح خلينا نشوف المسائل بتيجي ازاي في مساله بيقول لي ايه بي 1 دي بي دي مسألة الشيت هنا ايه؟
اف اس عشان احول من اف بي لاف اس. اف بي كام؟ 1 ميجا هرتز. وهنا كام؟ انا عاوز ارجع دي للواحد، اعمل ايه؟ هقسم كل الفريكوانسي رينج ده على اف بي. اي مشكله؟ يبقى انا هترجع لي واحد، دي هترجع لي كام؟ 3 ونص. 3 ونص صح؟ يبقى اخد التو فاليز دول واعملهم حل بيهم المساله نورمالايز. فاهمين؟ عملنا نورمالايزيشن للفريكوانسي وحل بيهم المساله نورمالايز. ما اعرفش هنعمل بيها ازاي، هنرجعها ازاي البلد عليها. انا عندي اي بي ده بيساوي ايه؟ من هجيب ايبسلون هتطلع لي ايبسلون تقريبا ب 0.059 تقريبا على مبلغ. طيب البلد الثانيه اي اس طلع منها من قيمه الام اللي هي ممكن اطلع الايكويشن الثانيه اللي هي حل الاثنين مع بعض ايا كان اللي سريعها اللي رايح كان الاسهل بصراحه. الام طلعت بقيمه وليكن وليكن دلوقتي انا مش فاكر تطلع بكام وليكن بس جينا عشان ما حدش يكتبها ورايا ويقول مش هطلع كده انا مش فاكر حل المساله عليك واحد كام وليكن والله هي عشان تشيك يعني وليكن انها طلعت 4.7 فتخليها كام؟ 5 5 انا كده جبت الابسلون وجبت الام يبقى على طول اروح ارسم البول مش مستني بقى الايكويشن الثانيه في العمليه الكبيره دي ممكن ارسم البول على طول البول على طول ارسم البول على طول ازاي؟ الثيتا كام؟ 180 على طول ولا ماجنتيود واحد على الابسلون والفار يعني جبت ماجنتيود الفيس صح؟ بعد ما رسم البوز دوريه 18 36 36 هيطلع كده 36 36 ده شكل البولز بتاعتي. هسألك سؤال، دي البولز اس كي صح؟ اس نورمالايز الاس اللي هي نورمالايز دي الاس اللي جايه الاوميجا بكام؟ واحد واحد فديت اس نورمالايز البولز اللي طالعه هنا لان الموجود بتاعها كام؟ هنكتبها كده بس. طيب افتكروا كده انا عملت ايه في الاوميجا نورمالايز كانت بتساوي الاوميجا الحقيقيه كانت اوميجا الحقيقيه وقسمت عليها ايه؟ 1 بي اوميجا بي اوميجا بي مش 1 ميجا يعني 2 باي ايوه اف اللي هي كام؟ اوميجا على 2 باي اف بي. طيب مش الاس ان بتساوي ايه اوميجا ان صح؟ يبقى الاس الحقيقيه اس ان بتساوي ايه الاس الحقيقيه؟ الاس الحقيقيه على كام؟ على اوميجا على اوميجا بي صح؟ بالتالي التوتال في الاخر هيطلع لي ان اس الحقيقيه بتساوي ايه؟ اوميجا بي في اس نورمالايز. يبقى كل اللي احنا هنعمله هنا عشان اجيب اس الحقيقيه هضرب في كام؟ 2 باي في 10 بورس 2 باي في اف بي هجيب اس الحقيقيه. اس الحقيقيه معناها ان انا ضربت ايه؟ ضربت الماجنتيود ده ضربته في كام؟ لحظه برضه يعني ضربت بكام عشان اعمل دي نورماليزيشن؟ ضربت بميجا بي صح؟ يبقى دي الماجنتيود بتاع الاس الحقيقي خلاص انت اس مش نورمالايز صح؟ يبقى الماجنتيود ده انا عرفته دلوقتي اقدر اجيب البولز وسيب ولا لا؟ يعني مفيش غير بولز اقدر اجيب اي مشاكل؟ لا بس سكشن